اتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين هم عصاة الجن، والجن فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. والشياطين هم العصاة من الجن الذين عصوا الله عز وجل، بل إن منهم كفار ومؤمنون، وكل من عصى الله عز وجل وخرج عن منهجه فهو شيطان ولو كان إنسانا. والدليل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقد قدم شيطان الإنس على شيطان الجن لأن خطره أشد. إنسان يسكن إلى جوارك، زميلك في عملك، رفيقك في دراستك، جارك في بيتك، يحمل شهادة كما تحمل، يعيش كما تعيش، لكنه شيطان يدعوك إلى المعصية، يدعوك إلى العصرنة، يدعوك إلى التحلل من كل منهج سماوي، يدعوك إلى كسب المال الحرام، يتهمك بالجنون إن لم تكسب مالا حراما، إن قنعت بالحلال ولو كان قليلا، ولم تطمع بالحرام ولو كان كثيرا، يتهمك بالجنون. هذا شيطان الإنس، وقدم شيطان الإنس على شيطان الجن لأن شياطين الجن يحتاجون إلى دروس من شياطين الإنس. واتبعوا، يعني قد يقول قائل: لقد كان سياق الآية أن يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان. ما تلت الشياطين، لكن الله عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو، معنى المعركة بين الحق والباطل مستمرة إلى يوم القيامة. ليست هذه قصة وقعت وانتهت، شياطين الإنس والجن يتلون الباطل، يلقون الباطل. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. والكلم الباطل تطير في الآفاق، وقد يدين مئات الملايين بدين باطل، وقد يعبد 500 مليون البقرة يعبدونها من دون الله، وقد يعتقد مئات الملايين أن إلههم هو المال. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. المعركة بين الحق والباطل مستمرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أيها الإخوة، يعني فيما مضى كان الشياطين لهم مقاعد للسمع، يستمعون إلى الأوامر التي تحملها الملائكة إلى الأرض، وكانوا يلقون إلى أوليائهم الكفار بعض هذه الأوامر. هذا ورد في القرآن الكريم: وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع. لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأي شيطان أراد أن يسترق السمع أتبعه شهاب ثاقب فأحرقه. فلذلك لجأ الشياطين إلى السحر، ومن سحر فقد كفر. السحر مأخوذ من السحر، والسحر قبيل الفجر، يعني بين الظلمة والضوء الصور تختلط. الساحر مهمته أن يخيل للمسحور شيئاً لا علاقة له بالواقع، أن يرى شيئاً لا وجود له، فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. إنها لا تسعى، ولكنهم سحروا، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم. فمن خلال هذه الآيات يتضح أن السحر
أن تسيطر على المسحور فتجعله يرى شيئا لا وجود له. أنا حدثني صديق ذهب إلى الهند، رواها لي مباشرة أنه رأى ساحر أمسك بحبل وقذفه إلى الأعلى فعلق في الأعلى، أمر غلامه أن يصعد على هذا الحبل، فصعد على هذا الحبل حتى غاب عن الأنظار، أمره أن يرجع فلم يرجع، فتبعه فإذا برأسه يقع مقطوعاً وبيديه. لقد غضب الساحر من غلامه الذي لم يرجع. كان في سائح يصور، صور هذا المشهد بكل تفاصيله، فلما أراد أن يظهر هذا الفيلم لم يجد شيئا، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. السحر أن تسيطر على المسحور بحيث تجعله يرى ما لم يرى. الإنسان إذا مشى في الظلام وكان خائفا يرى أشباح تتحرك، ليس في البيت شيء، لكن الظلام الدامس والخوف الشديد وضعف النفس جعل الإنسان يرى أشخاص يتحركون. يعني علماء النفس يضعون بقعة حبر يراها كل إنسان بشكل، هي قضية نفسية يعبر عنه في علم النفس التنويم المغناطيسي. يعني يستطيع المنوم أن يري المنومين أشياء لا وجود لها إطلاقا. والآية واضحة، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، هي لا تسعى. الساحر يستطيع أن يسحر عيون المسحورين، ولكن أحدا لا يستطيع أن يسحر عينيه. لذلك سحرت فرعون حينما رأوا العصاة أصبحت ثعبانا مبينا، هم سحروا لكنهم لم يسحروا، فوقع السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، إلى آخر الآية. حتى قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إخواننا الكرام، شائع جدا في العالم الإسلامي أنه في شيوخ لهم عمائم خضراء يتعاونون مع الجن ليفكوا السحر، ليحببوا الزوجة إلى زوجها. هذا كله دجل، دجل ما بعده دجل. ليس إلا الله، وليس إلا الدعاء، وليس إلا أن تستعيذ بالله عز وجل. هؤلاء السحرة يدجلون، ولهم مظهر دينها، لهم مظهر ديني. من سحر فقد كفر. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والساحر يعيش فقيرا ويموت فقيرا، ويقنع الناس أنه يفعل ما يريد. قرأت كتابا فيه بعض الجرائم المعللة، يعني رجل يعمل في حقل مكافحة الجريمة، من خلال خبراته ألف كتاب فيه بعض القصص، بعض الجرائم الواقعية. إحدى المسجونات امرأة تعمل في السحر، فهي اعترفت أنها ترشد المرأة إلى أن تطيع زوجها. طبعاً أولاً تدخلها إلى غرفة مظلمة والبخور، وترتدي هذه المرأة السواد وشعرها مضطرب، تحيطها بجو كهنوتي
ثم تأمرها أن تطيع زوجها وأن تتزين له وأن تخدمه وأن وأن، الذي أمرتها به هو سبب علمي لمحبة زوجها لها، لكن هذه المرأة الغبية تتوهم أن الساحرة استطاعت أن توفق بينها وبين زوجها، لكن الأوامر الجزئية التي أعطتها إياها هي كافية كي تحبب المرأة بزوجها والعكس. يعني يجب أن نتحرر من هذه الأوهام أيها الإخوة. ليس في القرآن إلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يخنس يرتد سريعا. معك سلاح خطير، يكفي أن تستعيذ بالله بقلب حاضر، ينتهي عمل الشياطين جميعا. العلماء قالوا الشيطان له قدرة على الحركة السريعة وعلى التشكل، فقد يتشكل بشكل إنسان أو بشكل حيوان أو جماد أو نبات، على كل حينما يتشكل بهذه الصورة تحكمه قوانين الصورة. ورد في بعض الأحاديث أن النبي رأى شيطانا فأراد أن يربطه بسارية المسجد ليطلع عليه الصحابة، لكنه اختفى سريعا. يعني إذا تشكل الشيطان بشكل تحكمه قوانين هذا الشكل. يعني العلماء قالوا لو تشكل الشيطان بإنسان وأطلقت عليه النار لمات فورا، تحكمه قوانين هذه الصورة، فلذلك سريعا ما يظهر ويختفي. أما هو حقيقته إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. على كل معك سلاح فتاك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. والآن قلما تجد من يشكو من الشياطين، لأن الشياطين الجن تتعلم من شياطين الإنس، معكوس الآية الآن. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد الملك سليمان النبي. طبعا قالوا أن سليمان أنشأ ملكه على السحرة والشياطين، سليمان ارتد عابد وثن وسمح للوثنيين أن ينشئوا معابدهم، كلام ترويه كتب بني إسرائيل لا أساس لها من الصحة، خرافات وأضاليل وأكاذيب، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن سليمان ملكه هو في خاتم، إنسان استطاع أن يأخذ منه هذا الخاتم فقد ملكه، قصص يعني لا يحسن بنا أن نعيدها وأن نذكرها لأنها لا وجود لها. أنبياء يرتدون إلى عباد صنم، أنبياء ينشئون معابد للأوثان، أنبياء يزنون ببناتهم، هكذا في التلمود. ما جاء في التلمود وما جاء في كتب بني إسرائيل شيء لا يقبل إطلاقا على الأنبياء. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. سليمان ما كفر ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، الشياطين يعلمون الناس السحر، يتعاونون مع الإنس لإبطال الحق وإظهار الباطل، يتعاونون مع الإنس لإشاعة المعصية، فكل علاقة بين الإنس والجن هي علاقة إضلال، كل علاقة بين الإنس والجن هي علاقة تزوير، علاقة صرف الناس عن الله عز وجل وعن دين الله وعن كتاب الله. بالمناسبة حقيقة دقيقة جدا، ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا أمرنا النبي به، وما من شيء يبعدنا عن الله عز وجل إلا نهانا النبي عنه. فإذا كان التعاون مع الجن نافع وينفعنا ويفيدنا ويقربنا لكان الأولى أن يأمرنا النبي به،
والنبي عليه الصلاة والسلام في قول العلماء لا يؤخر بيان الشيء عن وقته، لأنه معصوم، نبي مرسل، ممكن يكون في نفع مع الشياطين مع الجن بالتعاون معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك. هو أمين على وحي السماء، أمين على هذه الرسالة. إذن كل شيء لم يرد في السنة ينبغي ألا نفعله، لأنه لا نفع منه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأنا أقول لكم يعني السحر منتشر في بلاد المسلمين، حتى إن ذكر لي أخ جزاه الله خيرا شاهد مناظرة في بعض بلاد الخليج بين علماء مسلمين وبين سحرة، وقد ظهر دجلهم وكذبهم وجهلهم بشكل فاضح. الساحر ليس على شيء، أما المؤمن معه كتاب الله، معه منهج الله، معه سنة رسول الله. وأنا أحذر أيها الإخوة، يعني بيوتات فيها ساحرة، فيها إنسان مخاوي الجن، يعني بترغب الناس بأشياء مقابل أجور باهظة، مقابل دجل. يعني سمعت أنه إذا فتاة فاتها قطار الزواج تلجأ إلى بعض المنجمات تأخذ منها مبلغ ضخم ضخم، وفي عند بعض الشباب تأمر شاب أن يخطبها لشان تتقوى عقيدة هذه المرأة بهذه الساحرة أو هذه المدجلة، ثم لسبب يفتعله الشاب يبتعد عنها ويطلقها. يعني الجهل، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. هؤلاء الذين يتعاونون مع الجن لا يصلون ولا يصومون، ومعظمهم يرتكب الزنا. يعني إنسان يسمح لزوجته تذهب إلى منجمة أو إلى منجم أو إلى كاهن ليختليا، في فضائح، في قصص يندى لها الجبين. ليس إلا هذا القرآن، وليس إلا هذه الآيات، وكل إنسان معه سلاح فتاك ضد الشيطان. استعذ بالله. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذه الآية لها تفسير وجيه لا بد من أن أقرأه لكم دقيقا، التفسير دقيق. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل. هاروت وماروت كانا رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل، وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات، وكانا يعلمان الناس السحر، وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أن ظنوا أنهما ملكان من السماء. حتى المبطل له وجه إيجابي، والتمثيل سهل. فهذان الرجلان كانا يبدوان للناس على أنهما رجلان صالحان، حتى أن الناس اعتقدا أنهما ملكان من السماء. وما يعلمانه للناس هو بوحي من الله، هكذا يوهمون الناس أن ما يعلمانه للناس هو بوحي من الله. وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر. إياك أن تكفر، هذا فتنة، أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك أتشكر أم تكفر، وننصح لك ألا تكفر. لكل إنسان دجال يجب أن يظهر بمظهر المنطق والصلاح. فرعون نفسه قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون نفسه. فكل إنسان لا بد له من كلام يقوله
يجب أن يكون مقبولا. يقولان هاروت وماروت ذلك ليوهما الناس أن علومهما إلهية وصناعتهما روحانية وأنهما لا يقصدان إلا الخير، وقد سمعت آلاف المرات. يا أخي هذا إنسان مخاوي جن مؤمنين، هدفه طيب، هدفه الخير، التوفيق بين الأزواج، هدفه اتساع الرزق، دائما يغطي الساحر والرجل المتعامل مع الجن نفسه بقرآن، بحديث، بصلاح، بلفة خضراء مثلا، بيتك في مظاهر كهنوتية، أوراد معينة، تمتمات معينة. قال وأنهما يوهمان الناس أن علومهما إلهية وصناعتهما روحانية وأنهما لا يقصدان إلا الخير كما يفعل ذلك دجاجلة كل زمان. هذا شيء متكرر. والله هذه القصة التي وردت في القرآن الكريم قبل 1500 عام تتكرر كل يوم. إنسان اتخذ مهنة الدجل ومهنة ابتزاز أموال الآخرين ويستغل عقول البسطاء والجهال ويوهمهم أوهاما كثيرة، وأنه معه جن والجن بفك السحر. يعني امرأة قتل زوجها فجاءها من يقول لها ادفعي 100,000 ونجمعك مع زوجك ليقول لك من قتله. يستغلون حاجة الناس أحيانا. إذا كما يفعل ذلك دجاجلة كل زمان قائلين لمن يعلمهم الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم نوصيك ألا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى رجل غير زوجها. نحن نقدر نجعل كل امرأة تميل إلى أي رجل، بس ننصحك لا تكفر، لا تجعل امرأة متزوجة تميل إلى غير زوجها، إلى غير ذلك من الأوهام والافتراءات. ولليهود في ذلك خرافات كثيرة، حتى إنهم يعتقدون أن السحر نزل عليهما من الله. هاروت وماروت يوهمان الناس أن السحر نزل عليهما من الله وأنهما ملكان جاءا لتعليمه للناس. ملكان جاءا لتعليمه للناس، فجاء القرآن مكذبا لهم في دعواهم نزوله من السماء وفي ذم السحر ومن يتعلمه أو يعلمه. هذه الآية كلها مفتاح حرفين، وما أنزل نافية، وما أنزل على الملكين اللذين يدعيان أنهما ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وكانا يقولان للناس وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تعقيب إلهي، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. التطمين الإلهي، لا يستطيع كائن من كان على وجه الأرض أن ينالك بسوء إلا أن يأذن الله عز وجل. فما هنا نافية، يجب أن نعتقد، طبعا هذا تفسير محترم جدا، وما هنا نافية، وما أنزل على الملكين على أصح الأقوال. ولفظ الملكين وارد حسب العرف الجاري. مثلا قد يأتي أستاذ للأدب في الجامعة يقول آلهة اليونان، هناك آلهة في اليونان؟ هذا اسمه تعبير العرف. أيام إنسان ينتحل صفة فيحاكم، يأتي في التقرير الصفة التي انتحلها، ادعى أنه طبيب، هو طبيب؟ ادعى أنه طبيب. فكلمة وما أنزل على الملكين هذا في رأي المفسر جرى على مجرى استخدام التسمية العرفية. ولفظ الملكين هنا وارد بحسب العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت، كما يرد ذكر آلهة الخير والشر في كتابات المؤلفين عن تاريخ اليونان والمصريين وغيرهم، وكما يرد في كلام المسلم في الرد على
الفرق الضالة. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة، أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفساد أن يتمكنوا به من التفريق بين أعظم مجتمع في الأرض، مجتمع الزوجين. بالمناسبة يعني كل نشاطات الجن بل شياطين الجن التفريق بين الزوجين، وكل أعمال الخير التوفيق بين الزوجين. وأنا أقول دائما في عقود القران، إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، وإذا بني على معصية الله تولى الشيطان التفريق بينهما. أما ما ورد في كتب بني إسرائيل عن هاروت وماروت، هناك أحاديث عجيبة. زعموا أنهما كانا ملكين من الملائكة. هلأ القصة الكاذبة، القصة المزورة، ما ورد في كتب بني إسرائيل، ما أشاع بنو إسرائيل، الأولى هي الصحيحة. يعني هذه القصة نفاها الله عز وجل من أصلها، وما أنزل على الملكين. هؤلاء الرجلين هاروت وماروت اللذين زعما أنهما ملكين يعلمون الناس السحر بوحي من السماء ويفرقون بين المرء وزوجه ويقولون للناس لا تكفروا إنما نحن فتنة، هذه القصة بقضها وقضيضها لا أصل لها. أما كيف وردت في كتب بني إسرائيل؟ قال زعم اليهود أن هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة، وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكرا ذلك وأكبراه ودعوا على أهل الأرض، فأوحى الله إليهما إني لو ابتليتكما كما ابتليت به بني آدم من الشهوات لعصيتماني. يعني معناها لما الله ابتلى الإنسان بالشهوات معه حق يعصيه، شايف الكلام المخيف. فقال يا رب لو ابتليتنا لم نفعل. هل يمكن لمخلوق أن يرد على الخالق بعكس ما يريد؟ الإله يقول لو ابتليتكما كما ابتليت بني آدم لعصيتماني، لا يا رب لا نعصيك. فأهبطهما إلى الأرض وابتلاهما الله بشهوات بني آدم فمكثا في بلدة كانت فيها فاجرة تسمى الزهرة، امرأة فاجرة، فدعواها إلى الفاحشة وواقعاها بعد أن شربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم. هكذا القصة وردت في كتب بني إسرائيل. وعلماها اسم الله الأعظم، لها الفاجرة الزانية المومس الذي كانا به يعرجان إلى السماء، فتكلمت المرأة بهذا الاسم وعرجت إلى السماء، فمسخها الله تعالى وصيرها نجم الزهرة. نعم، هذه القصة، هذه القصة التي نفاها الله عز وجل. وما أنزل، ما نافية. ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت، على نتابع القصة، بني إسرائيل قبيح ما فيه وقعا، ثم خيرهما بين عذاب الآخرة آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا، فاختارا عذاب الدنيا فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة، وهما يعلمان الناس السحر وهما في البئر يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه، ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة. وهذه القصة من اختلاق اليهود وتقولاتهم، ولم يقل بها القرآن قط، وإنما ذكرها التلمود كما يعلم من مراجعة مدارس يذكوت في الإصحاح 33. نعم. وجاراه جهلة القصاص من المسلمين فأخذوها عنه، وقد وردت في بعض كتب التفسير القصة الباطلة. نعم. في بعض الكتب طبعا.
الإمام الرازي رحمه الله تعالى فند هذه القصة الباطلة فقال: ذكروا في القصة أن الله جل جلاله قال لهما لهاروت وماروت: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني. فقالا: لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك. وهذا منهم تكذيب لله تعالى وتجهيل له، وهذا من صريح الكفر. هي أول بند، أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وذلك فاسد، بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب. ثالثا، إنهما يعلمان الناس السحر في حال كونهما معذبين في بئر في بابل ويدعوان إليه وهما يعاقبان، شيء غير مقبول عقليا. وأن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله، وهذا غير جائز في حق الله عز وجل، لأن السحر كفر وعبث لا يليق بالله تعالى إنزال ذلك. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يدل على أن تعليم السحر كفر، فهل يعقل أن الله يعلمهم السحر كي يعلمانه للناس؟ فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر، وهذا باطل. ثم إنه لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر، فكذلك في الملائكة من باب أولى، مستحيل ملك يعلم السحر، من سحر فقد كفر. ثم إن السحر لا ينضاف إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة، وكيف يضاف إلى الله تعالى وينهى عنه ويتوعد عليه العقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله بإبطاله، كما قال في قصة موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذن في عنا قصة مكتوبة في التلمود باطلة لا أصل لها، افتراء من اليهود على الله عز وجل، فجاء القرآن الكريم ونفى هذه القصة من أصلها، نفاها بحرف واحد، قال: وما أنزل على ما توهمهم الناس أنهما ملكين. الله عز وجل نفى هذه القصة من أصلها. نعيد الآيات: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نبذوا كتاب الله واتبعوا هذه الخرافات. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب كم مسلم الآن ينبذ كلام الله وسنة رسوله ويتبع ما يتلوه القصاصون من حكايات باطلة وخرافات سخيفة ودجل وكرامات ومنامات؟ شيء غير معقول. واحد فقد أخوه بمجلس عن شيخ في ماء مسفوح بالأرض، قال له: هذا أخوك، من شدة حبه لنا صار كالماء زاب. يعني كلمات غير مقبولة غير معقولة. واحد دفن، فلما جاء الملكان رفسا رفسة أطاحت بهما خارج القبر، قال شيخه أجا الملكين، قال لهم: أمثل هذا يسأل؟ هذا من أخواننا. تلاقي تارك كلام الله وكلام النبي المعصوم وكل حياته قصص وخرافات وأوهام ومنامات وكرامات. هذا واقع مسلمون كثيرون. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين هم الذين كفروا، هم الذين يعلمون الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا تعقيب إلهي، يعني اطمئنوا،
لا يستطيع السحرة أن يفعلوا شيئا، لا يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يمسك بأذى إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، من سحر فقد كفر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.